في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال شهر من ضبط 6241 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971 متهماً. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لما تمثله من خطورة وتداعيات سلبية على المجتمع بخاصة الشباب. وقد أسفرت هذه الجهود خلال شهر عن ضبط 6241 قاضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971 متهماً. ونجح جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال تلك الفترة في ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 4 أطنان من مخدر البانجو وضبط قرابة 2 طن من مخدر الحشيش، كما تم ضبط أكثر من 390 كيلوغرام من مخدر الآيس. ومع تواصل الضربات الأمنية لمنع إغراق البلاد بالمواد المخدرة، تم ضبط أكثر من 307 كيلوغرامات من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الاستروكس تزن قرابة 163 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 18,414,244 قرص مخدر لعقار الترامادول، إضافة إلى 2 كيلوغرام من ذات المخدر. كما تمكنت من ضبط 120,740 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وقرابة 38,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، إضافة إلى 3 كيلوغرامات من ذات المخدر. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب2,027,000,000 جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 قضايا غسل أموال بإجمالي 147,000,000 جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 27 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. نتائج كبيرة حققتها الأجهزة الأمنية على مدار شهر خلال تصديها الحاسم لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لتجفيف منابعها وحماية الشباب من الوقوع فريسة للإدمان، لتبقى الأجهزة الأمنية عينا ساهرة لحماية المجتمع من تلك الآفة الخطيرة.